وللتعرف على سير الاتفاقات في الأراضي السورية ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول عضو الائتلاف السوري المعارض ياسر الفرحان. سيد ياسر، مرحبا بكم. لنبدأ من تصريح لوزير الدفاع التركي، صرح بأن بلاده تتابع عن كثب ما يجري في مدينة منبج، لكن أنتم كمعارضة كيف تتابعون ما يحدث؟ مساء الخير وتحياتي لكم وللسادة المشاهدين. المعارضة طبعا تنظر إلى حزب العمال الكردستاني بمختلف تفرعاته، سواء كان الاتحاد الديمقراطي بي واي دي أو يي بي جي، كمنظمات إرهابية ارتكبت جرائم حرب بحق السوريين وهجرت مئات الألوف منهم، وتقيم بالقوة منطقة إدارة ذاتية كمشروع انفصالي. وبالتالي نحن نتطلع إلى دور واضح جدا نساهم به من أجل إخراج هذه المجموعات من هذه المناطق وتحرير أبنائها من سيطرتهم. نريد أن يعود أبناء هذه المنطقة المهجرون منها إليها، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا إذا ما حررت هذه المناطق مثلما حصل في مناطق أخرى خلال عمليات غصن الزيتون أو درع الفرات التي تحررت من البي واي دي ومن داعش معا، والتي عقب ذلك عاد أبناؤها وأهلها إليها. وبالتالي من هنا نحن بالنسبة لنا نرى بأن يعني أي عملية تصب بتحرير هذه المنطقة من هذه المجموعات الإرهابية الانفصالية التي ترتكب جريمة حرب هي عمليات جيدة. طيب. سواء كانت باتفاق ما بين تركيا وامريكا او ايضا بعمليه يعني عسكريه مثل ما حصل في مناطق اخرى. طيب سيد ياسر، في الانتقاله الى محافظه ادلب، طبعا كما تعرفون تشهد اللمسات الاخيره لتطبيق المرحله الاولى من اتفاق سوتشي، لكن الجميع هنا يتساءل هل سيصمد الاتفاق سيد ياسر؟ هناك عوامل متعددة تجعلنا نذهب باتجاه ترجيح صمود الاتفاق، ومن ذلك أولا الموقف العام في إدلب للحاضنة الشعبية لجميع الأهالي الذين شاهدنا بأنهم قد اختاروا الصمود خيارا لهم ودعم مقاومة أي عمل بالهجوم والعدوان على هذه المنطقة. الأهالي في هذه المنطقة جميعهم خرجوا في مظاهرات ورفضوا إجراء أي تسوية تفضي إلى تهجيرهم، مثلما رفضوا إجراء أي تسوية تفضي إلى إعادة سيطرة النظام إلى هذه المنطقة. ودعموا الأهالي دعموا الجهود التركية المبذولة باتجاه حماية هذه المنطقة من عودة النظام من خلال الهجوم عليها. وأيضا عامل آخر هو الفصائل، فصائل الجيش الحر توحدت في جبهة تحرير سوريا وتحت قيادة واحدة، وأيضا اتخذت استعدادات كافية لتمنع أي اعتداء على هذه المنطقة. طيب. وأيضا وما هو مهم جدا جدا الموقف التركي الصلب المؤيد بخطوات عملية على الأرض بنشر قوات رصد ومراقبة وتوسيعها وتعزيزها من أجل حماية هذه المنطقة. والعامل الرابع هو الموقف الدولي المؤيد للموقف التركي وعلى ذكر الأمم المتحدة وموقف الأمم المتحدة أيضا الذي يحذر من تدفق موجات كبيرة من اللاجئين، وبالتالي هذا يهدد الأمن الدوليين وأيضا يهدد المصالح الأوروبية تحديدا التي وقفت وبذلت كثير من الجهود ضد المباشرة بأي هجوم على إدلب. كل هذه العوامل تجعلنا نعتقد بأن طيب على ذكر العوامل سيد ياسر، هل تعتقد أن دخول ألمانيا وهي التي تمثل الاتحاد الأوروبي دخولها على الخط يضمن تنفيذ الاتفاق، لا سيما أن هناك مؤشرات تدل على أن روسيا بدأت تتململ من هذا الوضع؟ أنا لا أقول أن دخول ألمانيا يضمن تنفيذ الاتفاق، لكنه يعزز الاتفاق، لأنه المجتمع الدولي حينما يدعم الموقف التركي فهذا يجعل الموقف الروسي بالتأكيد يعني يذهب باتجاه القبول بمقترحات تركيا، وهذا ما انتهى إليه اتفاق سوتشي.
شاهدنا كيف الرئيس أردوغان أكد في أكثر من مرة، وكل المسؤولون الأتراك أكدوا في أكثر من مرة بأنهم لن يسمحوا بالاعتداء على إدلب وبأنهم سيقاوموا ذلك. وأيضا بوتين أول أمس قال بأنه لن تكون هناك عملية عسكرية واسعة في إدلب، وهو يحرص، روسيا تحرص على ألا تخسر تركيا، لأن هناك مصالح جيوسياسية، لأن هناك مصالح حيوية ما بين الطرفين، وبالتالي هي أهم عند روسيا من أن ترضي النظام وإيران في إدلب. طيب سيد ياسر، هناك أنباء تتحدث عن حملات عسكرية تقوم بها هيئة تحرير الشام ضد فصائل من الجيش الحر، وذلك في منطقتي ريفي حلب وإدلب. لو بقينا في إطار الاتفاق، تعتقد أن الجيش الحر يمكن أن يرد على هذه الحملات؟ وهل ستشارك قوات تركية في هذه العملية برأيكم؟ المسألة معقدة ويجري حلحلتها يعني بشكل مجزأ وعلى مراحل، كي لا يقع صدام واسع النطاق يذهب ضحيته كثير من المدنيين وكثير من الأبرياء. وأيضا يعني ومن ذلك نجد بأنه المجموعات المصنفة ليست على موقف واحد، هناك من استجاب للقبول بإجراء تسوية سياسية تبدأ بأن يتخلوا عن فرض سيطرتهم بالقوة على هذه المنطقة ويقبلوا بالانخراط في صفوف الجيش الحر. ونعلم بأنه كثير من الأشخاص المنضمين في هذه المجموعات انضموا إليها لمقاومة النظام وليسوا من الأطراف التي تريد الاستمرار بهذا النهج الذي بالنتيجة سيدفع ثمنه المدنيون. نعلم تماما بأنه استهداف المنطقة إن حصل سيكون الضحايا من المدنيين، وبالتالي فيهم من يؤثر أن يتخلى عن برنامجه ويعود إلى الحالة الوطنية العامة. فيهم كثير لم يخرجوا من الحالة الوطنية، وبالتالي هم يعني مثل ما قلت يعني حملوا السلاح مع هذه المجموعات من أجل مقاومة النظام. ستبقى هناك مجموعات أخرى متشددة يعني في موقفها، وبالتالي يعني نأمل أن تجري مراجعات حقيقية لأنها تخسر كثيرا، لأن يعني الجيش الحر أيضا الحاضنة الشعبية ترفض بقائهم وتؤيد اتفاق التسوية. طيب سيد ياسر، ما دمنا نتحدث عن الوضع الميداني العسكري، هناك أيضا أنباء تتحدث عن تعزيزات عسكرية روسية تصل إلى دير الزور، كيف تقرأ هذه التعزيزات وما الهدف منها بعجالة لو سمحتم؟ يعني هذا يأتي في إطار تبادل الرسائل ما بين روسيا وأمريكا، يعني هناك تفاهمات سابقة ما بين شرق الفرات وغرب الفرات، وأمريكا تمهد لبقاء قواتها في شرق الفرات. هي تدعم مجموعات أيضا مصنفة على لوائح الارهاب مثل حزب العمال الكردستاني بمسمياته بي واي دي واي بي جي، وروسيا تدعم ميليشيات ايران والنظام التي ايضا تمارس الارهاب وترتكب جرائم حرب. وبالتالي انا اعتقد بانه يعني المنطقه ستبقى ساخنه، بالنتيجه لابد من اعادتها الى اهلها الى السوريين بعيدا عن الميليشيات الارهابيه. نعم سيد ياسر، واي دي او ايرانيه. من اسطنبول عضو الائتلاف السوري المعارض ياسر الفرحان، شكرا جزيلا لكم.